وبمنحة مختلف كليا اللي هو منحة الأجراسيف، منحة الضغط فقرر صالح أن يغير من الستايل عجيبة. هاي يمكن سموك رقم 12 تربه بالكومباوند. صالح إذا أعطى بريفاير على السور ما كان متوقع جدا تكون جانب السور، اثنين عم ببطحوا لاين اب ممتاز، إذا نوك الأول الثاني بيعمل تريد وسكتون عم برمي جرينيد. ضغط جاي عليهم من ناحية شباب الزومبيز اي سبورت، وصالح الحالين بكون عنده كل وقدامه سبرايز، بس اللي ترى حيقدر يجيب الكل الثانية ولا هل سبرايز اللي حيقدر يفاجئنا ويطلع بالكل، لأنه حاليا الزومبيز عم بيعانوا على ايدين فولت وعلى ايدين ايجل في الجانب الثاني من هاي الفايت. فالرعيبة اللعيبة الريل تايجر هم اللي بيكونوا مستفيدين، وصالح حاليا عم بيضيع وقت سبرايز فعليا، لازم يطلع مفاجأة لا صالح ويقدر يخلص عليه صالح، يمكن على الفكرة ما يكون منتبه بالمرة. سبرايز ليش عم تهرب؟ طب ما كانت عندك الزاوية، كانت عنده زاوية يقدر يبيك، وفي النهاية صالح اللي بيفاجئ وصالح اللي بيطلع بالنوك. بس لسه عندك باقي لعيبة الار تي 9 بيكونوا داخلين فوت، اللي بيحاول يخلص عندك على صالح، بس صالح بال1 في 2 بيقدر يطلع بكمان كل، بس هل يطرح يقدر يبني النقطة يضمن النقطة ولا لا، لأنه إيجل لسه له كمان كلمة وصالح على طول بالريلود. هل يطرح يطلع بثلاث كلات خلال هاي الفايت ولا لا؟ فرجينا أوتك يا صالح، بيك يا صالح، اطلع بالكلات يا صالح. 474 دمج في الوقت الحالي، عم بحاول يعطيه الأسريع، وجيكسو عم بحاول يقلب ويعطي 2 ضد 1 على الى ليكون في او اي افضليه لصالح الار تي 9، ولهلا مش قادرين يعمل بوش عندك على صالح. صار يمكن عاد الفكره فاجئهم. يا سلام عليك يا صالح، 1 في 4 يمكن خلص عليهم صالح. يا سلام الدروب شوت قرب يجيبها، بس خلص بطل عنده اي اتش بي، يمكن يضرب بدكت يمكن يضرب برصاص، الله اعلم ايش اللي حيقرره. بس في النهايه بياخذ المدكت، بياخذ الفيرست ايد، لازم يهيئ حاله. وجيكسو كانه اخذ نفس التفكير، بس هامكو يساعده وصالح بيفوت، وصالح بأربع كلات ونمطك قدامه بالضبط. عمري لا ادخل ادخل جوا الباقي، ادخل جوا الباقي يا كاري بوي. لابد عليك الانتباه، الانتباه يا صالح على شباب النصر من الخلف اذا ما ردت التعامل بصوره ممتازه. صالح يا صالح صالح ها واحد رجعت صالح اوكي مارك ذا لوكيشن هذا واحد بالشباك عادي 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 هيل 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 عادي عادي وقعت بنيد ها. I mean zombies continuing to apply the pressure, sending in the nades, sending in the smokes, just trying to cause a little bit of confusion as now we see Saleh now starting to push on up, coming in right towards that northern angle of them. And of course, Always now just sending up a util into the smoke, just trying to see if anyone's there. But down goes Ultron as, oh, who moms just gets a beautiful angle on towards him. But of course, now so from last week, will he be able to show us that MVP play once again? There we go. Wow. Finds the first head in towards the Galaxy Racers. Oh, Max now on the opposite. وربي 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 هاي اربع مرات اذا اخليكم ببالي سوبر ويكند الثاني ما تلعبوا، وربي اخليكم تنزلون كل واحد بجهة كل واحد بصفحة. ما نجد اقول لك صوت المنظمين مو صوت هو، هو اذا يفعل المنظمين يخلوه عبد هاي شو تسوي يعني، اذا المنظمين هو حاطه يعني بطولة مثلا ستار تشالنج صالح حكر ومدخل يدير اظن بقى سكواد كامل والله فاضي 1v1 حطيته حطيته والله سينكو ياكل النوك داون الفينش وتحصيل الفينش يتم بصورة سريعة. هنا فليم تم الكشف الساوند اوف طلعوا بنا والله ما نضيف والله ما نضيف يا ولاد والله ما نضيف هو
और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हंटर्स हैव बिकम हंटेड, गैलेक्सी रेसेस पे पुश आ चुका है। इस बार टीम ज़ॉम्बीज के साथ फिर से उनका रीमैच देखने को मिलेगा, बट मैक्स काश को जल्दी से जल्दी अपने सारे प्लेयर्स को रिवाइव करना पड़ेगा। ओवेस देखते ही देखते वहां पे नॉकडाउन हो गए और इसी के साथ ब्रेक ऑलरेडी अग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्स काश को उन्होंने स्पॉट जरूर किया है बट मैक्स काश भी डाउन हो गए। इस बार हुमाम के द्वारा अब ब्रेक घुसेंगे और इसी के साथ Whoa!